السلام عليكم. عليكم السلام. I thought I told you you could get this at any clinic. بعد فترة وجيزة من انفصاله عن العارضة كاميلا موروني، عاد اسم ليوناردو دي كابريو يتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى، بعد تقارير بتفيد بدخوله علاقة عاطفية جديدة مع امرأة أخرى. وأثارت هيدا الأخبار فضول الجمهور لمعرفة التفاصيل حول قصة الحب الجديدة بحياة أشهر عازب بهوليوود. أكد تقرير بصحيفة ديلي ميل أن الممثل الحائز على الأوسكار ليوناردو دي كابريو اللي عمره 47 عام دخل بعلاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء تسمى ماريا بيريجوفا بعد فترة وجيزة من انفصاله عن عارضة الأزياء كاميلا موروني بعد أشهر قليلة من عيد ميلادها 25. وأفاد التقرير أن ماريا بيريجوفا ارتبطت عاطفيا بليوناردو دي كابريو بعد ما أمضوا بعض الوقت سوا بيوليو خلال رحلة لمدينة سان تروباز الفرنسية. صديقة ليوناردو دي كابريو الجديدة هي عارضة أزياء أوكرانية تدعى ماريا بيريجوفا، بتبلغ من العمر 22 عام، وبدأت الشائعات حول علاقتها العاطفية مع ليوناردو، بس تم التقاط صور لألن سوا بمدينة سان تروباز بيوليو بعد انفصالها عن زوجها السابق، وظهرت وهي عم تحتفل مع ليوناردو بنفس الوقت اللي بدأت فيه استخدام اسمها قبل الزواج بعد طلاقها من زوجها. صدر ليوناردو عناوين الأخبار خلال الأيام الماضية، حيث أفادت عدة تقارير أن ليوناردو دي كابريو الملقب بأشهر عازب بهوليوود وصديقته عارضة الأزياء كاميلا موروني فصلوا بعد علاقتهم العاطفية اللي استمرت أكثر من 4 سنوات سوا. وأكدت المصادر أنه أنهوا علاقتهم بهدوء بوقت سابق من هالصيف، لكن لم يتم توضيح سبب الانفصال. تعرف ليوناردو دي كابريو على صديقته كاميلا موروني اللي بيكبرها ب 22 عام لأول مرة عام 2008 عندما كانت بتبلغ من العمر 12 عام فقط، وبدأت علاقتهم العاطفية رسميا عام 2017 بعد انفصاله عن عارضة الأزياء نينا أكدالة قبل أيام فقط من مهرجان كان السينمائي. وتطورت علاقتهم بالعام التالي حيث ظهروا سوا بشكل رسمي بعدة مناسبات عامة. وعام 2020 ظهروا لأول مرة كثنائي بحفل توزيع جوائز الأوسكار بهيدا العام. اشتهر ليوناردو دي كابريو بالعديد من قصص الحب البارزة ومن المفارقات اللي بيشتهر فيها بعلاقته العاطفية انه انفصل عنهم كلهم بمجرد بلوغهم سن 25. ومن ابرز صديقات ليوناردو دي كابريو السابقات العارضة البرازيلية جيزال بونتشن من عام 1999 لعام 2004، ثم العارضة والممثلة بارا فايلي من 2005 ل 2010، وبليك ليفلي بعام 2011. استكمل ليوناردو دي كابريو تاريخ علاقاته العاطفية البارزة مع العارضة الأمريكية آيرين هيثرتون عام 2012، ثم العارضة الألمانية توني غارن عام 2013، والعارضة الأمريكية كيلي لوربش عام 2015، والعارضة الدنماركية نينا أكدالة عام 2016. وبعد أشهر من انفصاله عنا بدأ نجم هوليوود علاقته العاطفية مع كاميلا موروني اللي انتشرت أخبار انفصاله مؤخراً.